للمزيد حول مآلات فشل المفاوضات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. أهلا بك سيد مجاهد. بداية، يعني بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية الدعوى المقدمة من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الكبرى، كيف ترى موقف التيار الصدري في مفاوضاته مع التنسيقي، لا سيما وأن الصدر يروج أنه الكتلة الكبرى؟ تحية لكم ولمشاهديكم. أهلا بك. طبعا يعني مطالب الإطار التنسيقي بتقديم دعاوى إلى المحكمة الاتحادية، سواء بالطعن بنتائج الانتخابات ويعني شرعية الجلسة الأولى، ثم يعني الطعن الأخير الذي يتعلق بالكتلة الأكبر، جميعها يعني عراقيل توضع في طريق التيار الصدري، لكن هذه العراقيل هي عراقيل سياسية ودبلوماسية تسير بالتوازي مع قوى الميليشيات التي تقوم بأعمال العنف وتوظف شيء من الإرهاب في سبيل عرقلة مشروع الصدر الذي يسمى بين مزدوجين الأغلبية. لكن إلى الآن جميع المبادرات فشلت، سواء مبادرات كوثراني وقعاني، ويعني انتهت يعني مبادرة عن طريق حلفاء الصدر المقترنين من المكون السني والكردي، وإلى الآن تجري المفاوضات من أجل عزل دولة القانون النور المالكي، من أجل تقديم أطراف داخل الإطار التنسيقي وضمها إلى تحالف الصدر، لأن أي يعني وجود الإطار بهذه بتجمعهم الحالي لا يستطيعون تنفيذ مثلا بعض القرارات ورئاسة الجمهورية، ولديهم ما يسمى بالثلث المعطل والقدرة على التحشيد والتخريب في الشارع، وبالتالي هناك مشاكل كبيرة لابد من تفكيك هذا الإطار. نعم سيد مجاهد، نعم، بحسب صحيفة اندبندنت عربية فإن زيارة الصدر إلى بغداد لم تأتي بالنتائج المطلوبة ولم تحقق التقارب مع أو فيما يسمى البيت الشيعي. برأيك هل تأثرت الزيارة بدعوى الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الكبرى، وهل اختلف الأمر بعد قرار المحكمة؟ يعني إلى الآن الصدر متمسك بقراره، وقوى الإطار متمسكة أيضا بقرارات المضي قدما بالتوافقية، لكن أنا لا أعتقد أن هناك يعني الإطار قدم هذه الدعاوى للمحكمة الاتحادية وهو يدرك مسبقا بأن المحكمة سترد هذه يعني الطعون والقرارات، وبالتالي هو فقط يضع العراقيل لكسب الوقت كجزء من سياق المفاوضات، لأن الوقت بدأ يضيق، و عندما يضيق الوقت سيلجأ جميع الأطراف إلى اتخاذ قرارات حاسمة بغض النظر عن مصالح الآخرين، وبالتالي ستتضرر قوى الإطار، لذلك هم يلجؤون إلى هذه السياسات، سواء السياسات المؤسسية والسياقات السياسية الشرعية وسياقات العنف التي يتبرعون منها لكنها تؤثر على مسار تشكيل الحكومة بشكل أو بآخر. إلى سؤال آخر سيد مجاهد، يعني ائتلاف المالكي صرح بأنه لا يوجد أمل لتشكيل حكومة توافقية، السؤال هنا لا يعني ذلك برأيك أن بوادر احتدام الصراع ربما تتصاعد؟ يعني في الحقيقة أنا أعتقد أن إيران ستمنع احتدام الصراع بين قوة التيار الصدري والإطار. جميع هذه الخطوات التصعيدية التي قاموا بها هي خطوات فقط للضغط على هذه الأطراف من أجل اتخاذ موقف سياسي. يعني لو رجعنا إلى جميع الاعتداءات التي حصلت سواء على منزل رئيس الوزراء ومنزل رئيس البرلمان وأعضاء نائبي رئيس مجلس النواب والأحزاب السنية والكردية، جميعها يعني هجمات لم تكن قاتلة ولم تهدف إلى إحداث ضرر بشري أو مادي، وإنما تحاول إرسال رسالة سياسية من أجل لي هذه الأطراف عن قرارها بالمضي قدما بقرار حكومة الأغلبية ومشروعها، وبالتالي أنا أعتقد وجود إيران الذي تتحقق مصالحها بتجمع أكبر عدد ممكن من القوى داخل البيت الشيعي، وبالتالي ستمنع
يعني حلفائها الأقربون من الميليشيات وغيرها من القوى بمنع التصعيد الذي يضفي إلى صراع دموي، وإنما ستبقي عليه صراعا يعني محدودا في سياق تشكيل الحكومة فقط. وماذا لو تحالف جزء من الإطار التنسيقي مع كتلة الصدر كما تروج بعض المصادر السياسية؟ كيف ترى شكل معادلة القوة حال حصل ذلك؟ يعني هذا السياق يعني الآن يلجأ إليه التيار الصدري وقوى يعني المتحالفة معه، لأنهم لا يستطيعون إلا بوجود قوى يعني من طرفي البيت الشيعي، سواء القوى التي تكتلت والتي عبرت عن رفضها لمساعي الصدر والتي تخشى من الصدر أن يهيمن على البيت الشيعي ويصبح نموذج للحكم داخل هذا البيت. لذلك الجميع يسعى في هذا الاتجاه، لكن معادلة القوة لوجود يعني عدد كبير من القوى تمتلك السلاح وتمتلك النفوذ ستبقى حتى لو تشكلت حكومة، تشكل يعني ستبقى هذه الأطراف متمسكة بسلاحها متمسكة بنفوذها، لكن هي تبحث عن استمراره وتبحث عن غطاء قانوني وسياسي يحمي هذه الأطراف من المساءلة القانونية، لأنه يعني لا احترام للقانون والدستور في العراق، وبالتالي تخشى من أن تتطور الأمور وتحدث مساءلة قانونية لهذه الأطراف. إنما يعني هذه القوى جميعها لديها يعني نفوذ في الدولة ومتمسكة به وتسعى لاستمراره من خلال يعني الحوارات مع الصدر. نعم، من اسطنبول كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي، شكرا جزيلا لك.